بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثتها تقول: أختكم في الله ألف سين. أولا تسألكم الدعاء يا شيخ صالح لها ولإخواتها بالهداية والثبات، ثم تعرض 16 سؤالا. السؤال الأول: هل هذه الأحاديث صحيحة؟ لا جلوس والعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأخواتنا المسلمات، لإخواننا المسلمين والمسلمات، الهداية للرشاد والثبات على الحق، والسلامة من شر الفتن والمحدثات، وأن يرزق الجميع التمسك بدينه والاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا مسلمين. أما عن الحديث الذي أشارت إليه السائلة وهو النهي عن الجلوس للعزاء، فلا أعرف له أصلا فيما أعلم، ولكن فيه حديث في حكم مرفوع عن أحد الصحابة يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فعلى هذا الحديث الاجتماع لأجل العزاء يعتبر منهيا عنه، لأن النياحة منهي عنها، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، فالاجتماع لها يقول هذا الصحابي الجليل إنه من النياحة، فلا أقل من أن يكون محرما. ترتيب الاجتماع، ترتيب أيام محددة ومكانا محددا، وإقامة مآتم وما يسمونها بحفلات التأبين أو العزاء، وصنعة الطعام الكثير، كل هذا يعتبر منهيا عنه. وأصل العزاء مشروع، أو أن تعزي أخاك المصاب إذا لقيته فتقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك إن كان الميت مسلما، هذا مستحب بدون أن يكون هناك ترتيب وتحديد لأيام ومكان خاصين لهذا الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل وتقول: هل هذا حديث لا عزاء بعد 3؟ هذا من كلام أهل العلم، ويستحب العزاء إلى 3 أيام. فهذا من كلام أهل العلم، ولا أعرف له أصلا من السنة، لكنهم عللوا ذلك لأنه بعد 3 ينسى المصاب، ينسى مصيبته، فلا تجدد عليه المصيبة بعد نسيانها. قالوا: إلا لمن كان غائبا، فلا بأس أن يعزي بعد 3. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد أن أوردت هذين النصين وسألت عنهما وتفضلتم شيخ صالح بالإجابة، هناك مجموعة من الأسئلة لأختنا حول هذا الموضوع وربما للبرنامج أيضا، لكن نبدأ بأسئلتها. تقول: ما الحكم إذا كان عادة أهل البلد أنهم يجتمعون في منزل المتوفى للعزاء، كما أنه من عادتنا لبس المرأة للسواد أثناء الحداد، وهل يجوز للمرأة أن تحد على أقاربها 3 أيام كالأب أو العم أو الخال؟ أما الاجتماع، تحديد المكان والزمان، فهذا سبقت الإجابة عنه السؤال الذي قبله. وأما لبس السواد فهو غير مشروع، بل هو بدعة،
امرأة المتوفى تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة، سواء كانت بلون السواد أو الحمرة أو الخضرة، فليس للعزاء أو ليس للإحداد وأيام المصيبة ليس لها ثياب خاصة. لبس السواد هذا من عادات الكفار، وقلدهم من قلدهم من المنتسبين للإسلام وهو لا يجوز. وأما إحداد المرأة على غير الزوج فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث، ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هل تتوقعون أن تحديد العزاء بثلاث مأخوذ من هذا الحديث الشريف الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإحداد من قبل المرأة على قريبها؟ ما استبعد هذا، ولكن التعليل الذي رأيته أنهم يقولون أنه بعد الثلاث ينسى المصيبة فلا تجدد عليه يجدد عليه ذكرها، ولا يبعد أن يكون أيضا مستوحى من هذا الحديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الاستدلال بذلكم الحديث على فعل الناس اليوم وهو العزاء لمدة 3 أيام قياسا على ما تفعله المرأة، هل ترون مشروعيته شيخ صالح أو لا؟ قلنا إنه غير مشروع. غير مشروع. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت صنعة الطعام من النياحة. هذا يدل على منع ذلك العمل. كون أقارب المتوفى يجتمعون في وقت معين ولمدة 3 أيام وهم يستقبلون الناس، وربما هذا يوجد في القرى، فأهل القرية قاطبة يجتمعون في كل يوم في وقت معين لاستقبال المعزين من القرى الأخرى، ماذا يقول الشيخ صالح؟ نقول: ينبغي للمسلمين أن يعملوا على تقليل هذه المسألة شيئا فشيئا حتى يتركها الناس، فإن أهل العلم إذا بينوا الحكم الشرعي فإنه يجب على عامة المسلمين التقيد بهذا البيان، وأن يقللوا من هذه العادات التي لا دليل عليها من الشرع، وأيضا هي تكلف أهل الميت، تكلفهم نفقات طائلة، وربما تكون من تركة الميت، حتى ربما يكون من جملة وصايا الميت أن ينفق كذا وكذا في أيام العزاء، وهذا أمر لا يجوز، وهذه الوصية لا يجوز تنفيذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالوصية إلا في حدود الثلث فأقل في وجوه الخير، أما هذا العزاء فليس هو من وجوه الخير، وإنما هو من إحياء البدعة، فالواجب على العلماء أن يبينوا، والواجب على المسلمين أن يمتثلوا وأن يخففوا من هذه الاجتماعات شيئا فشيئا حتى تضمحل وتظهر السنة وتموت البدعة مع البيان ومع التطبيق. أما الجري على العادات والتقاليد التي لا دليل لها من الشرع فإن هذا أمر لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لإعداد الأطعمة والمشروبات من القهوة والشاي والماء وما أشبه ذلك شيخ صالح، نلاحظ أن الذي يقوم بهذا في الكثير الغالب هم أقرباء أهل المتوفى وليس من بيت المتوفى. من الضروري أن الناس إذا اجتمعوا في بيت المتوفى أو في غيره من الأمكنة المحددة أن ذلك يستدعي إحضار الطعام والشراب وما يحتاجه المجتمعون، فإن كان هذا من أهل الميت فإنه خلاف السنة، لأن السنة أن أقارب أهل الميت أو جيران أو جيرانهم يصنعون لهم الطعام الذي بقدر كفايتهم وحاجتهم ويقدمونه إليهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، ويصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت فقط. أما التوسع في هذا فهذا إعانة على إحياء البدعة، وما يعمله الناس والوافدون وأقارب الميت من تقديم تبرعات، تقديم أطعمة، تقديم ذبائح، كل هذا من الإعانة على إحياء البدع. وهو إسراف وتبذير ما أنزل الله به من سلطان. فنقول: هذه الاجتماعات يجب أن تترك، وإذا تركت سلم الناس من هذه المؤونة وهذه الكلفة التي ما أنزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والأمل كبير شيخ صالح في أن تزول البدع المحيطة بالعزاء.
ما واجب طلبة العلم حتى يفقهوا الناس ويقلعوا عن هذه البدع؟ الواجب على طلبة العلم وعلى العلماء واجب كبير، يعني يبين للناس أمر هذه الاجتماعات وغيرها مما يخالف الشرع، فبيان العلماء للناس أمر واجب. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وما نجمت هذه العادات وهذه التقاليد المخالفة للشرع، ما نجمت إلا بسبب سكوت العلماء وتكاسل العلماء عن البيان. فلو أنهم قاموا بما أوجب الله عليهم وبيّنوا للناس السنة وحثوهم على اتباعها ونهوهم عن ما يخالف السنة وتكرر ذلك من العلماء لصار له أثر طيب في المجتمعات الإسلامية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا في سؤالها الثاني وتقول: ما حكم تغطية المرأة لقدمها في الصلاة؟ ومن صلت دون تغطيته فهل صلاتها صحيحة أو لا؟ يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة لأنهما عورة في الصلاة، فلو كشفت قدميها أو أحدهما متعمدة لم تصح صلاتها، لأنها لم تستر عورتها في الصلاة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الدرع يعني في الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فدل على أن القدمين في الصلاة يجب سترهما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والصلاة هل هي صحيحة أو باطلة شيخ صالح؟ من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا انكشف شيء منها متعمدا أو غير متعمد وتركه فإن صلاته تبطل، لأنه اختل شرط من شروطها وهو ستر العورة. نعم. النساء يغفلن كثيرا شيخ صالح عن هذا الموضوع، ما هو رأيكم؟ الواجب عليهن التنبه لهذا الأمر وتنبيه أخواتهن عليه، فإن المرأة لا يجوز أن يبدو منها وهي في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. إذا كانت بحضرة نساء أو بحضرة محارمها فإنها تكشف وجهها في الصلاة فقط، وأما البقية من بدنها فيكون مستورا. أما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. البعض يناقش فيما إذا كانت المرأة في غرفة لوحدها، هل يجب عليها أيضا أن تلتزم بهذا الغطاء لتأدية صلاتها؟ نعم، اللباس في الصلاة له خاصية، فالعورة في الصلاة غير العورة خارج الصلاة. فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. الله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: هل يمكن للمرأة أن تقرأ من المصحف وهي متخففة من ملابسها أو كاشفة لرأسها؟ لا بأس بذلك، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها لا بأس أن تكشف وجهها وشعرها وتقرأ من المصحف وهي كذلك بزوال المحذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن تجلس المرأة كاشفة وجهها أمام كل من زوج خالتها؟ لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند زوج خالتها لأنه أجنبي منها. عند خال أمها؟ عند خال أمها لا بأس لأنه خالها، لأن خال أمها خال لها. زوج أختها؟ زوج أختها أجنبي منها، يجب عليها أن تستر جسمها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان. نعم، تستر ذلك عن زوج أختها لأنه أجنبي منها. نعم. هل كل محارم الأم يكونون محارم لابنتها؟ محارمها من النسب أو من الرضاع يكونون محارم لابنتها. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما صحة وكذلك محارمها بالأصهار؟ بالنسب يعني؟ بالأصهار. نعم، مثل زوج أمها. نعم، مثل زوج أمها فإنه محرم لها بسبب الأصهار. اللهم استعان. نعم، اللهم استعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن صحة بعض الأحاديث، منها لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة. لا، ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد يوم وليلة وورد يومان وورد ثلاثة أيام. والحاصل أنها لا يجوز لها ما يسمى سفرا إلا مع ذي محرم. هذا ما تدل عليه الأحاديث بمجموعها، أن ما يسمى سفرا ويعتبر في عرف الناس أنه سفر فإنه يحرم عليها إلا مع ذي محرم. أيضا تسأل لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. كذلك هذه روايات روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ثلاثة أيام، ورد يومان، وورد يوم وليلة، وورد مطلقا لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. تسأل أيضا شيخ صالح، هل المقصود بمسيرة اليوم والليلة ألا يجن عليها الليل؟ نرجو التوضيح مع ذكر رأيكم في الأحاديث. المراد المسافة، المسافة التي يقطعها الإنسان على الراحلة أو على القدمين في يوم وليلة، في يوم وليلة، هذا هو المقصود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مجموع هذه الأحاديث وبعضها يعضد بعض، يرى فضيلة الشيخ صالح أنها كلها صحيحة؟ كلها في الصحيح. كلها في الصحيح. إذا نقول لأختنا مقولتكم جزاكم الله خيرا بأن الأحاديث كلها صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبمجموعها تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. الله المستعان. مهما كانت وسيلة السفر. مهما كانت وسيلة، سواء كانت على الراحلة أو على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة، مهما كانت وسيلة السفر لعموم الأحاديث، ومهما كانت سريعة أو بطيئة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالتك يا أختنا في الله ألف سين من جمهورية مصر العربية في حلقات قادمة، وذلك لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى من رسائل إخوانك وأخواتك من المستمعين والمستمعات. هذه رسالة شيخ صالح بعث بها أحد المستمعين، وله أيضا جمع من الأسئلة. في أحدها يسأل ويقول: ما حكم مصافحة المرأة العجوز من غير المحارم؟ وصاحب هذا السؤال هو المستمع أبو الحسين علي حسين أحمد القروي أو الفروي من اليمن. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له وليست من محارمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة لما في ذلك من الفتنة ولو كانت كبيرة السن. لا يجوز أن يصافح إلا محارمه أو من يحل له من النساء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا من اليمن فيقول: هل يجوز رد السلام على رجل لا يصلي إلا صلاة الظهر والجمعة؟ الذي لا يصلي يترك الصلاة متعمدا هذا ليس بمسلم، ويجب هجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان مقرا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا متعمدا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر، أي ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وبعد ذلك قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا إنما يكون في الكفار، لأن الكفار هم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والذي لا تنفعه الشفاعة هو الكافر، فدل على أن تارك الصلاة كافر لا تنفعه شفاعة الشافعين والعياذ بالله. فيجب على هذا الذي يترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يحافظ على الصلاة، وإذا استمر على تركه للصلاة فإنه يجب هجره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صبغ شعر اللحية بالسواد واللون الأسود؟
لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في اللحية أو في الرأس، لا يجوز صبغه في السواد الخالص، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وجاء في حديث آخر في صفة قوم يكونون في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.